كل المراحل يعني تقريبا تمشي يمكن بين 100 بين شرطه وشرطه شرطه، يعني كل الرالي الحمد لله كان مأمن اعلى تأمين. الصيانه داخل كانوا مستلمين في الليل على مراحل الصيانه على منطقه الصيانه عشان ما حد يجي من برا سيارات وقطع، كانوا مستلمين 3 فرق شرطه على الموقف. ما في احد جاء للموقف حسب التقرير حقهم، فهو انسحب وهذا اللي صار. بدا اليوم الثاني عندنا امجد دقيقه و40 تقريبا او يزيد، هو ادعى ان السياره فتحت ام ماذا؟ نحن قرانا لبعض وسائل الاعلام انه هو البرتغالي طبعا جاء البرتغالي للسياره. طبعا انت تجي سيارتك في الباركينج الصباح، يعني انت يمكن لو تجي سيارتك تطلع فيها الصباح ما تدري اذا معدل الكرسي. جاء الصباح للسيارته، طبعا عندك وقت تدخل للبارك تطلع سيارتك. دخل قال السياره في احد فاتح السياره، فاتح غطى المحرك. قال في احد فاتح غطى المحرك وكاب على السياره تراب. فجاء وقالوا له الشرطه موجود. قال ما حد جاء للسياره ولا جاء. قال لا انا ما ادري ايش جو الاف اي اي هذا. يعني حادثه غريبه لم تحصل بالراليات، انا اتابع الراليات كل البارك فيرمي مغلق مغلق 100%. طبعا يعني احنا نشوف ما شاء الله يمكن الكوره يعني احنا نشوف على الطبيعه وتصوير موجود وموثق، يجي اللاعب يطيح وهو ما لمس اللاعب الثاني رجلي وما ادري ايش عشان يعطي كرت احمر وبلنتي داخل ملعب داخل اذا جاء عند الحارس وقرب للحارس، يعني شاف الكرة بتطلع اوت يطيح في الارض عشان ياخذ بلنتي. يعني شوي يعني في الكرة بعد في افكار حلوة اذا صار بلنتي، فما ندري يعني احنا وش الفكرة. طبعا يعني البارك فيرمي مقفل 100% وما في اي شيء، يعني الشرطة جوا يعني يقولون يعني مأمن ومبنى مدخل وهو داخل موقف اللي هو مدينة الملك فهد الساحلية، بوابة وعليها امن وداخل شرطة، يعني مستحيل احد يدخل، يعني تتكلم كلام مش منطقي. فحدث العاقل بما يعقل فانصدقه فلا عقل له. ولم يتقدم هو بشكوى؟ لم يتقدم بشكوى، لم يعترض عشان نصير المسلمين، ما قال ولا تقدم بشكوى، بس قال انا بنسحب. يعني اوتوماتيكيا اذا هو عنده شكوى يرفع الاف اي اي يقول انا في احد لمس سيارتي. لا هو قالها كلام بيننا بس للاف اي اي، ما رفع اي خطاب رسمي وقال اني انا سيارتي احد لمسها، بس هو بيننا يقول هذا الكلام، يعني المتداول بيننا بالوسط الرياضي. ولكن في الاعلاميا او للاف اي اي للجنه الحكام اللي يجون يحكمون على الموضوع ما رفع لهم خطاب بهذا الشيء. انتهى الرالي، توجت بالمركز الأول. قبل التتويج أريد الحديث عن المؤتمر اللي تبع الرالي. قدمت عرض للبرتغالي لخوض رالي آخر معك أم؟ صحيح، طبعا كنت في رالي، كنت جالس في المؤتمر، جاء سواق قال يعني يا يزيد يعني الناس ما شاء الله ما يقولون أنت سريع، يقولون يعني من الصحفيين سألك هالسؤال ولا؟ طبعا من اللي موجودين. سألني قال لي يا يزيد يعني أنت يمكن فزت عشان البرتغالي انسحب. قلت له لا انا ما فزت عشان البرتغالي انسحب، انت لو جيت تتكلم بالمنطق انا في المراحل اللي سيارتي فيها كويسه انا اخذ فيها الاول والبرتغالي سيارته كويسه، المراحل اللي انا فيها مشكله ما ارجع للثاني، انا المراحل اللي فيها مشكله ارجع للعاشر ورا، يعني انت عارف مراحل المشكله اني ارجع اخر واحد لان مشكله سيارتي الدليل ان فيها مشكله وكل الناس تعرف. اذا انت كل المراحل مثلا فنتكلم عن اي بطوله، اذا انت مثلا في كل اوقاتك الاول اول اول مرحله تصير ال20 وش السبب فيه؟ يعني صار عندك مشكله. فانا صار عندي مشكله بمرحلتين واللي هو ما سبقني. قال لي لا بس انه يعني يقولون انه انت فزت يعني بالبرتغالي. قلت طيب اذا في البرتغالي في سواقين ثانيين، نتكلم عن امجد فراح سواق ما شاء الله يعني عنده يشارك بطوله العالم بي دبليو ار سي وعنده نقاط يعني واخذ مراكز يعني في بطوله العالم، سواق جدا سريع. بس يمكن الناس يمكن يحاولون يعني يناظرون يمكن يعني وين مجال النقد في الموضوع، فيمكن صار هذا الكلام. فانا قلت اذا انتم تقولون هذا الكلام انا بالنسبه لي مستعد الرالي دبي الجاي يجي البرتغالي تمام، وانا اتحمل الفريق ونشوف في رالي دبي من اللي راح يفوز، لان انا ما عندي نقاط في الشرق الاوسط انا ولا هو. على كل حال مبروك لك فوزك بأول رالي بالسعودية، رالي بلدك واللقب عزيز بالتأكيد لك، خصوصا بعد ما سمعنا عن الصعوبات اللي قبل هذا الرالي. التتويج يزيد، شعورك أثناء التتويج برالي بلدك بها يعني بالتأكيد كان شعور جميل، أريد أن تحدثني عن الشعور ريثما أو بينما نحن نرى الصور عن هذا التتويج.
طبعا الحمد لله يعني كان شعور جدا عالي. كنت يعني رالي بلدي ومتوج بالمركز الأول، يعني كان جدا شيء يمكن يعني كان طموحي هذا الرالي اني اخلص فيه المركز الاول، والحمد لله تحقق، وان شاء الله طموحاتنا كلها تتحقق للمراكز الاولى. فيعني شيء جدا يعني بالنسبه لي يمكن شيء جدا مشرف اني فزت في هذا الرالي واول رالي. الاهتمام الحكومي، الدعم الحكومي لهذا الرالي، كيف كنت تراه يزيد؟ هاي الصور لفريقك وهم يحتفلون بعد فوزك، وهي الصور على منصة التتويج، لحظة التتويج، يعني إذا بتحكي لنا يزيد عن المتواجدين اللي تسلمت الكأس، نرى السيد مشعل السديري صحيح، والأمير جلوي نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن فهد، وال يعني اتوقع اني يعني كان ما شاء الله الحضور عالي والصوره واضحه، فما اشوف يعني من يعني بالفوز ايضا. يزيد، رايناك بالفتره الاخيره تستقر على ملاحك ماثيو بوميل، في هناك انسجام بيناتكم؟ طبعا ماثيو ملاح يعني صراحه عنده خبره عاليه، هو ينفعني ويعطيني خبره ويفيدني، ف يعني تاقلمنا انا وياه وان شاء الله نكمل الموسم القادم ان شاء الله. هو يعني ماثيو صار خبرته بالتتويج بالسعوديه صار يعرفوه جيدا. ايضا نشاهد على الصور المنسق الاعلامي لفريقكم يزيد، فيصل الدعجاني. على كل حال يعني ما شاء الله، ترى فيصل ما شاء الله ترى من اسباب صعود الفريق، يعني هو المساعد الثالث، ما شاء الله المساعد الثالث الحين فيصل، يعني من اسباب الحمد لله صعود الفريق، ويعطيه العافيه ومجتهد مع الفريق. ما في اي طموح لادخاله لعالم الراليات لفيصل؟ ممكن تاخذ طبعا والله فيصل لا بنخسر اعلاميا. على كل حال مبروك. أيضا كان الحديث أيضا عن الحفل الذي أقيم بعد التتويج، فرحة فريقك، كان الحديث عن التنظيم بشكل عام جيد جدا. يعني شهادتك مجروحة بهذا الرالي، لكن كيف رأيت تنظيم رالي السعودية لأول مرة وأنت خط راليات عالمية وراليات شرق أوسطية؟ طبعا يمكن أنا بالنسبة لي لا، أنا مش راح تصير إن شاء الله شهادتي مجروحة بالنسبة للرالي. أنا من الناس اللي أعطي الأمور يعني حقها ووزنها. رالي كان منظم أكثر من المطلوب، يعني نشوف يمكن هذا الحفل الختامي كان في شاطئ الغروب، يعني صراحة أبدعوا في هذا الرالي. ورأيت أنا أيضا يزيد حضور لي، رأيت رئيس الاتحاد الكويتي أيضا كان موجود، كان صحيح الشيخ فواز من الاتحاد الرياضة البحريني، وزير الرياضة والشباب بالبحرين، كان تنظيم طبعا عالي. كان حضور جدا عالي. طبعا أمير المنطقة الشرقية حضر الحفل، الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير نواف بن فيصل نائبة، يعني كان حضور جدا عالي في الحفل، والصراحة يعني كان حفل جدا رائع. هنا بالتتويج بالحفل أو التكريم بجائزة المالية للفائز بالمركز الأول، نراك تتوج أنت وملاحك ماثيو بوميل، والجائزة كانت كما قرأت 40,000 ريال سعودي. ونرى أيضا ديريك ليجر، أيضا ممثل الاتحاد الدولي للسيارات بمنطقة الشرق الأوسط. على كل حال يزيد مبروك، وإن شاء الله من يعني متابعة لهذه المسيرة، لمسيرة الانتصارات إن شاء الله في الرالي دبي القادم أو في الراليات المقبلة. يزيد، كان هناك بعض يعني خلينا نقول المشجعين لك كان لهم اتصالات في الفترة الماضية عندما وضعنا بالشريط الأخباري على قناة جير ون بأننا سنستضيفك يوم الأربعاء قبل رالي دبي، يعني تم إرسال أغنية لك إلي، وطلب منا أنه يعني قالوا يا ريت أنه لو تعرض هذه الأغنية بحلقة يزيد. طبعا نزولا عند رغبة محبينك راح نتابع معا الأغنية يزيد.